في السياق، أفاد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد أصفر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعول خلال زيارته الحالية إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا على المنح والمساعدات أو القروض التي تقدمها هذه الدول للمساعدة على الخروج من الأزمة المالية التي تعانيها البلاد، إضافة إلى الحصول على المساندة في الجانب الأمني الذي يحتاج أيضا إلى تمويل. سيحاول دفع هذه البلدان المهمة إلى رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر العالية.